برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته 12 من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس. واستهلت الجلسة أعمالها بأخطار المجلس بالرسالة الواردة من مجلس الشورى بشأن رعاية وتشغيل المعاقين المحال مع المشروع إلى لجنة الخدمات. في جلسة مجلس النواب 12 استعرضت الجلسة رد معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني حول تشكيل الجهاز الإداري الخاص بتولي تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية حول عدد الشركات التي لم تفي بدفع أجور العاملين لديها، وحول النسبة الحقيقية للبطالة في مملكة البحرين. موضوع البطالة موضوع حيوي مهم في كل مجتمع. أنا سعدت بالنقاش، نقاش صريح وواضح وقائم على الأرقام وقائم على يعني الأمور العلمية والمعايير الصحيحة والاشتراطات الصحيحة، وأعتقد نقاش يعكس التعاون اللي يجب أن يدور بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في المواضيع الوطنية الحيوية. سالي لسعادة وزير المجلسين عن التقاعد الاختياري، كان الهدف منه تسليط الضوء على الكفاءات التي ستخرج من الحكومة والذي كان يفترض تقديم لها عروض أفضل من التقاعد الاختياري ليستمروا. طبعا أنا شخصيا مع التقاعد وفرصة للبحرينيين، لكن مع بعد في نفس الوقت الحفاظ على الكفاءات البحرينية التي وصلت لمستوى الاحترافية، وطبعا بلا شك هذه الكفاءات قادرة ما زالت قادرة على العطاء داخل مملكة البحرين، كفاءات تم صقلها وتم تدريبها، لا يجب الإفراط فيها بهذا الشكل. وفي بند المشاريع بقوانين، فقد وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات بشأن تنظيم سوق العمل، يتضمن المشروع اشتراط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل الأجنبي. وفي بند ما يستجد من أعمال، أرجأ المجلس مناقشة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق. كان عندنا مقترح بصفة استعجال قدم لإيقاف برنامج مزايا المطور في نسخته الجديدة واعتماد النسخة القديمة التي كانت وزارة الإسكان تروج لها وهو برنامج مزايا، نظرا لتضرر العديد من المواطنين خصوصا فئة ذوي الدخل المحدود اللي رواتبهم تتراوح بين 500 إلى 700 دينار، حيث أنهم يحصلون على قرض تمويل يتراوح بين 30,000 إلى 50,000 دينار، وهي طبيعة الحال لا تكفي لبناء وحدات سكنية. وفيما يخص الاقتراحات برغبة كذلك، وافق المجلس على اقتراح بشأن تقديم الحكومة لخطة تدريب وتأهيل بحرينيين وإحلالهم مكان العمالة الأجنبية في مختلف القطاعات الحكومية وبنسبة 90% خلال 4 سنوات. هذا ملخص لأبرز ما جاء في جلسة مجلس النواب، ولمزيد من التفاصيل ومزيد من النقاط والحروف نتابع هذا التقرير.